اهلا وسهلا ومرحبا بكم من الناس الكل تابعونا في شباب انس ويا عم زمان باش نعديوها مع بعضنا فيها برشا حويجات. حاب نذكركم بالميل نتاعنا شبابينا تونيزيا تي في بوان تي ان سينو تنجموا تبعثوا لنا انتقاداتكم ولا تحبوا تشاركوا معنا ولا تحبوا تشكرونا بيان سور تبعثوا لنا على الباج فيسبوك نتاعنا شباب ان. اول ما باش نبداو بالحصه نتاعنا هي دونس مزيانه بعديك باش نحكيو عليها لا دونس زومبا. تفضلوا. JP's a production. يعطيكم الف صحه. برافو برافو. كيف ما كنتوا تشوفوا هذه ضيفتنا الاولى روعه النصري وزميلتها اللي قدموكم لا دونس نتاع الزومبا. بعديك شويه باش نحكيو عليها دونس هذيا وباش نحكيو على اهميتها زاده عند لي جون. توا باش يكون حاضر شويه اخر بحضنا زميلنا نزار الشعري الاعلامي المتالق. اما اليوم باش يحضر معنا باش يحكي على كتابو تونس في عينيا. هذايا نزار الشعري سيدي اللي عمل جوله مع الشباب ورانا كيفاش يشوفوا الشباب هذوما تونس. باهي باش يكون حاضر زاد معانا صفوان ميلاد فنان تشكيلي تبارك الله عليه جانا من القيروان سبيسيالمون باش يحكي لنا على الفن نتاعو لا كاليغرافي. باش نحكيو معاه شويه اخر في الفن هذايا وين ينجم يوصل بيه. الباند نتاعنا اليوم هما محمد رضوان وسلاتي شمس الدين سعيد وعذروني كان نسيت شكون اخر توا يحكي مع على الاولاد المرافقين ليه. السيد هذايا بعث لنا
فيديو حاب يحضر معنا. نعاود نذكركم انا بالميل نتاعنا تونيزيا شباب ان باردون @tunisiatv.tn والا تبعثوا لنا على باج الفيسبوك شباب ان. وكالعاده نبداو حصتنا مع حسام العلوي. منور حسام، اهلا وسهلا. مرحبا. لاباس، شنو احوالك؟ سوبر سافا بيان. وي سافا. كالعاده جبت شنو فما في تكنولوجي جديد، شنو اللي باش نتابعوه. اخترت اول حاجه باش نحكي عليها هي تكنولوجي الاكسترا فيو. التكنولوجيا هذه تخليك تشوف اللي قدام الكهرباء اللي قدامك. انا متاكد اللي انت ما فهمتش فاش نحكي. تشوف اللي قدام الكهرباء اللي قدام. اوكي، معناتها بزوز الكهرباء نشوف قبل بزوز الكهرباء من كهربتي. ها تو باش نفهموا مع بعضنا في الفيديو شنو التكنولوجيا هذه. اوكي. دونك قلت لي ان اتوندون الاولاد يحضروا لا فيديو، قلت لي معناتها نشوف انا كي نبدا نسوق. كي تبدا انت تسوق تشوف شنو صاير قدام الكهرباء اللي قدامك. دونك الحكايه باش تسهل لك كيفاه الدوبل على كراب، كيفاه كي تبدا قدامك كاميونه كبيره ولا حاجه مغطي عليك الكياس. ونعرفوا اللي هي تثبت في بليزيوز اكسيدون لطف. فوالا نتاع كي يبدا باش يدوبل من هنا تجي كهرباء من غادي ما يشوفش الكياس بالكدا. دونك فما شركه اقترحت باش انها تحل المشكله هذايا بتكنولوجيا صغيره ياسر. ما دام لك راهب فيهم دي كاميرا من القدام ومن التالي، دونك علاش ليه ما نستغلوش الكاميرا نتاع الكهرباء اللي قدام ويوليو الكهرباء كونكتي ما بينات بعضهم. حلوه على خير، سوبر. وسورتو في تونس احنا معروفين تبارك الله علينا كيف نسوقوا. ها نسوقوا فرنسي. هذه هي لا فيديو. فوالا هاكا نشوفوا مع بعضنا هاك الكهرباء وليت اون ديغي انفيزيبل. اي وهو يسوق قاعد يشوف في شنو صاير قدام الكهرباء، وهو يختار اسكو يحب يشوف اترافير الكهرباء هذيك، معناها يشوفها انفيزيبل ولا يشوفها عادي. عظيمه الحكايه هذه يا حسام. كيفاش تمشي للفازه معناتها؟ الحكايه هي ما حكينا الجمعه اللي فاتت على لي فواتور اوتونوم وكيفاه لي فواتور ولاو كونكتي، الكهرباء ولاو كونكتي بالانترنت. نجم حتى وحدهم. دونك فوالا تو اوتوماتيكمون الكهرباء اللي قدامك تكونكتي على كهربتك وتبعث لها تصاور اللي قدامها، وكيك نكونوا نقصنا الريسك نتاع لي زاكسيدون 50-60-70%. المهم نيفيتيو الشيء اللي صاير هذايا سورتو مع سيقه متهوره، سورتو مع كياسات صغار. الناس ما تحترمش بعضها. الخبر الثاني اللي هو حكيت عليه قبل انستغرام. انستغرام واحد من اهم لي ريزو سوسيو في العالم، اكثر من 800 مليون يوتيليزاتور مونسويل في الشهر. انستغرام بالرغم اللي هو طالع نهار بعد نهار وعمال يستقطب العباد ليه، لكن ما وقفش لي ميزاجور نتاعو. انستغرام ديما يجدد وديما يعطي في نسخ جديده للابليكاسيون نتاعو، لكن النص الميزاجور الاخرى اللي صارت خليت العباد تتقلق برشا من انستغرام وقالوا اللي هو فوالا هذه هي هذه هي. خليت العباد هاكا نشوف فما حاجه جدد اكتيف ناو ولا عنده ساعتين ولا هاكا ديجا كونكتي. دون لو سونس اللي فما عباد ما تحبش تظهر اللي هي كونكتي ولا فوالا. خليت العباد تحس اللي هما كالعاده مارك زوكربيرغ بعد فاست الفيو في فيسبوك دخل في الخصوصيه نتاع العباد. وي وتقلقوا برشا وعملت برشا بوليميك الجمعه اللي فاتت، لكن الحكايه سهله برشا نجموا نحيوها. وكيف باش نحيوها سهل على الاخر، يسوفي تدخل بروفيل انستغرام تاعك وتمشي لك لي تروا بوان اللي موجودين ثلاثة نقاط اللي من الفوق هذوكم تنزل عليهم وهبط تلقى افيشي لو ستاتيو داكتيفيتي، انزل عليها تتنحى وحد ما عاد يشوف كون ليني ولا ماكش اون ليني. تدخل بالسرقه وتنسنس كيف ما تحب وما يفيق بك حتى حد. فوالا فوالا. سورتو اللي انستغرام راهو يستعملوا فيه ولاو شركات معناها باش يسوقوا المشاريع نتاعهم ما يساعدهمش باش يشوفوهم العباد موجودين اون ليني ولا دونك طيح لهم شويه من الروندمون نتاعهم يمكن. ثالث حاجه ما نعرفش كان سمعت بيه تندير قبل. تندير ابليكاسيون معروفه عند لي جو. تخلي العباد تتعرف على بعضها بفاسون اوريجينال. سهله على الاخر الحكايه. تدخل لي كوردوني نتاعك وتدخل لي كوردوني نتاع العباد اللي تحب تعرف عليهم. معناها تحب تعرف على العباد في عمرك، عباد اصغر منك، اكبر منك. هذايا هي هذايا الفيرسيون الجديده نتاعها اللي باش نحكي عليها بالكدا. تندير سهل على الاخر، ما فيش نوتيفيكاسيون، ما في حتى شيء. معناها وقت اللي انت شو سي كوا سيت اون ابليكاسيون وكوا؟ ابليكاسيون موجوده، ابليكاسيون موبيل. تعملت في 2012 وتوانسه استعملوها بالكدا. سهل على الاخر، يجيك لي بروفيل نتاع العباد اللي ينجموا يهموك وانت تختار يا اما عجبك العبد ولا ما عجبكش. لكن وقت اللي تقول اللي هو عجبني ما تجيش نوتيفيكاسيون. وهذيك القوة فين ما تنجموا تحكيوا مع بعضكم، كان ما هو زاد بالزهر يقول لي انت عجبته. الحكايه نتاع الزهر تسمى ماتش. فوالا نسميوها
البيرفكت ماتش، معناها وقت اللي باغ اكزومبل سهام بروفيلها باهي حطيت لي سهام تعجبني وسهام قالت حسام بروفيله باهي. دونك بالزهر الزهره جات مع بعضهم. وقت اللي تتماتشي وزوز تتحل كونفرساسيون ميساجات بيناتكم. لي ديفلوبور نتاع تندر ما وقفوش هنا وحبوا يوصلوا بالحكايه لبعيد وعملوا نفس الابليكاسيون هكا تو نشوفوها من بعد ريبل. اللي هي لابليكاسيون بروفيسيونيل نتاع تيندر. لابليكاسيون هذيا تخليك تتعرف على عباد ينجم يكونوا الشركاء نتاعك، ينجم يكونوا لي بارتنير نتاعك، وكالعاده نجم لك النيتوركينغ. دونك الحكايه هذيا يمكن تسهل برشا الخدمه، مازالت كي خرجت ونتصور التوانسه باش يستعملوها بالكدا بالكدا. نتصور انا قاعد نفسكي ونقيدها هكا تيلمون سي انتيريسون. فوالا ولينكدين دايوغ مازالت هي كي خرجت مازالت جديده لينكدين بدا يخاف منها على خاطر لينكدين هو الريزو سوسيال كيف فيسبوك. فوالا لكن تحط عليه لي سي في. دونك تصور انت توا عندك في ابليكاسيون ينجم يجي شكون يلقى السي في نتاعك يحط هذا يعجب تخرج له انت وتعدي لونتروتيان نتاعك. سهلت برشا البروسيدور والخدمه يمكن تولي تلقاها. معناتها لقينا نقعد نتنقل والا حتى شيء حسام كل شيء سبي باغ اون ابليكاسيون وكهو. من التليفون نتاعك وديجا جربتها والابليكاسيون باهيه بالكدا بالكدا. واضح. دونك فوالا هذا هو التايم لاين نتاعنا لليوم. حاجات ما بين التكنولوجي وما بين لي ريزو سوسيو فما تطور كبير بالكدا بالكدا في 2018. دي سيدي يعطيك الف صحه. تري انتيريسون اللي جبته لنا حسام اليوم. ميرسي بوكو. نستناوك غدوه في دوتر انفورماسيون ان شاء الله تكون حاضر بحذانا. نبداو معاك حصتنا بيان سور. وانا نحب نفرح بالجماعه اللي جاوا بحذانا اليوم اللي راسلونا وبعثوا لنا فيديو على الباج نتاعنا كيف ما قلنا شباب ين. نحب نسلم على محمد رضوان الوسليتي. اهلا وسهلا ومرحبا بك محمد رضوان. يا عايشك ميرسي. الاولاد الاخرين زاد مرحبا بكم اهلا وسهلا. اما رضوان هو اللي باش يسميهم لي الاولاد. نتشرفوا شمس الدين. اوكي تري بيان اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاولاد. اليوم بيان سور باش يسمعونا حاجات مزيانين وباش نرجعوا لكم شويه اخر جوست لو طون اني ولا سي بون سي بون يقولوا لي اوكي سامباتيك بارفي. شنو باش نسمعوا قلنا؟ دونك اليوم باش نسمعوا هنايا مزينه برشا من كلماتي والحاني. ايه اسمها الايام الزينه. ان شاء الله تعجبكم الكل. ان شاء الله زاد الجمهور ان شاء الله ايامنا الكل زينه اخويا. ان شاء الله ان شاء الله ديما زينه ان شاء الله ان شاء الله. أحلام نبني بلادي ونزيد
هادي ونشعلها شمعة ضوي على العالم يا سيادي شمعة ضوي الليالينا نجمة في السماها وتحنينا خليت ضحكة لميمة عشرة الأصحاب وليا نسينا هاي هزت عيني وشكيت والعين ظلامت وبكيت شكيت البحور صحاري وبرور في بلاد بعيد توحشت بحوري جمل الصف صافوري تمرة فعراجين النخلة وجمال الصحرة زورة لسيد الباجي والقبة وبخورها عجعاجي والصباغين حس النحاسين جو المدينة لحني Merci beaucoup, merci, merci les commentaires, vraiment, machallah. Saltina ou Jaou ou Chicha, tout le monde a dit que nous avons dit que nous avons كيف الاولاد هذوما تبارك الله عليهم الموهوبين تبعثوا لنا على شبابين والا على هذه باج فيسبوك بيان سور والا على شبابين @tunisia.tv.tn هذا الميل نتاعنا وانا فرحانه على الاخر وامي برشا برشا علاش على خاطر المستقبل بحذايا زميلي اللي كان معانا قبل في الوطنيه القناه الوطنيه الاعلامي المتميز نزار الشعري اما اليوم مش جاي باش يحكي على تجربته الاعلاميه اليوم جاينا اون طون كيكريفان السيد اللي كتب وخرج كتاب تونس في عينيه اهلا وسهلا ومرحبا بك نزار مرحبا بك سيها ومرحبا بكل الشباب الان يا عايش الزين يا ربي شوف احلى صغير صغير بيان سينو الكتاب تونس في عينيه تبارك الله عليه كيف ما قاعدين تشوفوا الكتاب هاو قدامكم النجم كان تحب حتى عندي انا نزار نزيد نوريه اكثر واحسن هذا هو الكتاب شباب شباب اين شباب اين في عينيه في شباب اين في عينيه وحتى الشباب في عينيه نزار هذاك علاش مشى عمل دوره وسمعهم وحب يشوف الشباب كيفاش يرى تونس هكا هي الفكره جات من ملتقيات نعملوا فيهم خلي عندك الكتاب استنكدو ميرسي بوكو يا مبوزينك عايشك نزار الكتاب كما قلت هو نتاج لقاءات كبيره مع الشباب احنا عندنا منظمه عندها عام اليوم اسمها منظمه تونيفيزيون المنظمه هذه فيها 120 نادي في 120 مؤسسه جامعيه نقابلوا في الشباب هذايا نحاولوا نعطيهم فكره على الحياه المهنيه نحاولوا نطوروا قدراتهم الرياديه والقياديه وخاصه من خلالهم نحاولوا نثمنوا صوره الامكانيات المطروحه في داخل تونس في الجهات في نهار من الايامات اقترحوا علي الاولاد قالوا لي علاش ما تكتبش كتاب تحكي فيها على هالتجربة هذه من جهة تجربتك انت هذه ال 25 سنه عمل من 93 في ذات سفاقس لليوم ثم
هل الحاجات اللي شفتهم في تونس مع الشباب الى غير ذلك، فجات الفكره نتاع الكتاب. نعرف انه برشا شباب ما يقراش كتب للاسف، هذاك علاش حاولنا انه الكتاب التصاور نتاع نزار، التصاور نتاع الحصه الاولى لتقديم الكتاب في شارع الحبيب بورقيبه نهار 14 جانفي تم الاطلاق في مكتبه الكتاب بشارع الحبيب بورقيبه. اول يعني عندها الحكايه جمعه بالضبط، وهذه الصور من وسط الكتاب. هاك تشوف الكيو ار كود هذاك المربع السحري هذاك، هو من بين الحاجات اللي عملناهم حتى الكتاب يكون قريب من الشباب، انه الشباب يحب برشا لي موبايل البورتابل. كنت تحكي مع حسام قبيله على لي تكنولوجي ولي ريزو سوسيو، فخلينا لهم هالكي ار كود هذوما من خلالهم. ثم تطبيق على الانترنت كي ار كود ريدر، يجموا عندهم 120 صفحه في ايديهم، لكن في ال 120 صفحه يجموا يطوروا القراءه لاكثر من 1000 صفحه، بما انه كل صفحه قدامها كي ار كود يهزوا الفيديو ولا المجموعه صور ولا المقالات. C'est ce qu'on appelle un contenu enrichi en fait. جديد الحكايه. والكتاب في نسخه جايب، يعني ممكن انك تقراه وانت تشرب في قهوتك ولا انك تمشي في الترا ولا في الواش. سهل علينا الحكايه الكل ما انت مش الهدف من الكتاب انه نمشيوا لنقاش وضعيه الشباب اليوم، الشباب الحقيقيه اللي ممكن ما تحكيش عليها بشكل مباشر في وسائل الاعلام ولا ما يحكيوش عليه. شنو اللي عاينت انت؟ فما عاينت برشا ناس يقول لك اللي الشباب نتاعنا ياسر بيسيميست، ماهوش متفائل بالمستقبل. لازمك تعرف علاش بيسيميست. دونك علاش خليناه الاسباب؟ فيه برشا الاسباب. اولا شباب تونس ماهوش حاسس بالقدر نتاعو في بلاده، ومهمه برشا برشا يحكيوا على شباب فقط بطاله وفقط فلوس، مش هذا هو الواقع. يقول لك راهو تونس الشباب التونسي ما يحسش روحه تونسي، معناتها يبخت الهويه معناتها لا ناسيوناليتي، مش متشبع. هذا علاش؟ على خاطر انت انك تكون تونسي هي فكره، انك تنتمي للبلاد هذه هي كونسيبت. كيفاش توصل انسان يعيش الفكره هذيك اذا هو مش حاسس بروحه بقدره في البلاصه هذيك؟ انت كان تشوف الاغاني اللي موجوده تواكه في الساحه الكل، اغلبهم عند جراوند ولا حتى في الستار كلهم مانيش حاسس بروحي في بلادي، ما عنديش قدر في البلاد هذه، نحب نحرق نحب الغربه. كنت تسمع قبيله شويه سي اب بريسامي افيك بوكو بلوس دو حنيه كراب، لكن سي اب بريسي لي ميم شوز. معناتها اليوم الشباب الكل يقول لك انا اليوم مانيش حاسس روحي في بلاد تحترمني وتقدرني. الفو اتوديي هالكلام هذا الكل. انا ندعو الناس الكل انها تقرا، ودايور انا الكتاب فيه تحليل نص نتاع راب نتاع كلامي بيجي غدوه خير، لكن ماهوش هو الوحيد اللي حكى على الحكايات هذيا. برشا شباب اليوم يحكي على انتظارات شباب من بلاده، وقيت باش نعملوا انتقال بين الاجيال للمعرفه والسلطه بشكل سلمي ومحترم. من جهه يلزم الجيل القديم من عمري انا فما فوق يتحلى بالحكمه والمحبه الكافيه اللي تخليه يعدي المشعل، ومن جهه يلزم الشباب الصغير في العمر 15 25 سنه يلزموا شويه انضباط ويتعلم يسمع، يلزموا شويه زاده يتعلم يسمع، ما فيها باس هكاك نحبوا بعضنا. بين نزار الكتاب هذايا قالوا لي ما شاء الله المبيعات تبارك الله والعباد بالصف وقاعده تشري في الكتاب، وان شاء الله يا ربي ربي يزيدك نزار. اما هوني فما دي تروك دو كومونيكاسيون، خاطر هوني الذكاء انا جو بونس انك تسوق مليح للبرودوي نتاعك. هذا عمل لك مشكله مع الكتاب، يقول لك راهو اللي ضرب على خاطر سوق له مليح، على خاطر عنده صحابه في الميديا، على خاطر نزار على الاقل محظوظ بريسك عنده زملاء ويمشي لهم. انا اولا نتاسف للكتاب اذا حسوا براحهم مضامين في جره اطلاق الكتاب نتاعي وانا مانيش كاتب. انا نقول لهم فقط خلينا نعتبروها حاجه باهيه انه اليوم الكتاب يتحكى عليه، يعني اليوم رجعنا الكتاب يتحكى عليه في وسائل الاعلام بشكل كبير، ونتمنى انه موجه كتب اخرى يتحكى عليها، تكون انطلاقه للكتاب من جديد، هذا واحد. ثانيا هي دعوه للكتاب والناشرين واللي عاملين على الكتاب انهم يعاملوا الكتاب كمنتج اقتصادي، يعني يلزمهم يسوقوا له كما اي منتج. انا نقول المنتج الثقافي موسيقى مسرح كتاب هو ايضا صناعه يلزم نسوقوا لها، واليوم ما تنساوش انه الصناعه الثقافيه هي بعد صناعه الاسلحه اكثر حاجه تدخل فلوس لامريكا. دونك اليوم اذا تحبوا الامور تمشي بشكل طبيعي ما يكفيش انك تعمل منتج، يلزمك تسوق له وتسوق له بشكل كبير. ثم حاجات احنا عملناهم في التسويق، لكن ثم حاجات جات رغما عن انفنا واللي حاجه به انه التونسي نبار بطبيعته، والحقيقه عاونونا برشا النباره في وسائل التواصل الاجتماعي انهم يحاولوا ينبروا على دونك على الكتاب. انا نقول لهم شكرا شكرا شكرا، لانه كل واحد نبر على الكتاب ساهم في انه الكتاب هذا يوصل اكثر الناس، والحقيقه من خلالكم الطبعه الاولى قريب مشتوفه. يعني احنا كنا معاملين على شهر بشتوفه الطبعه الاولى، مازلنا في الجمعه الاولى 3000 كتاب الطبعه في الطبعه الاولى، والحمد لله تقريبا قريب باش يوفاو. دونك ميرسي بوكو للنباره، واصلوا زيدوا نبروا على الكتاب، انا شاكر لكم فضلكم. باهي انت كنت متوقع النجاح نتاع الكتاب هذايا غيالمون؟
خليني نبدا صريح، احنا حضرنا له كل ظروف النجاح سواء في المحتوى او الشكل او في التسويق، من بعد ذيك احنا عملنا اللي علينا والباقي على القارئ وعلى ربي، لكن الهدف من الكتاب هذايا ماهوش تسويق لصورتي انا او النجاح اللي هو انا نحبه يكون كاتاليزور دان ديبا، نحبه يكون منطلق لحوار حقيقي من غير لغه خشبيه ومن غير معناتها الطريقه العاديه الكلاسيكيه الحديث على مستقبل الشباب في تونس، لانه شباب تونس هو حامل بالحق لتونس المختلفة. احنا نحكيوا على الكوميونيتي مانجر، الخدمة هذه 5 سنين ما كانتش موجودة، ما كناش نسمعوا بها جملة. اليوم أكثر خدمة مطلوبة في الإعلام والإعلام هي الكوميونيتي مانجر. بنتي أنا اللي عمرها 8 سنين والشباب اللي قاعد اليوم يقرأ في الابتدائي والثانوي مش يخترع خدم احنا ما نعرفوهمش في 2030. دونك أعطيه الفرصة لشباب تونس أنه يحدد شنية انتظاراته من تونس غدوة، راهي ما هيش مش تكون تونس اللي عايشين لها نحن اليوم ولا نقروها نحن اليوم. سيسيور نزار بي، فما اون كريديبيليتي تحسها تخرج منك أنت على خاطر مشيت قابلت الشباب هذوما باش نجم توصل المساج ويسمعوا ويقرأوا الكتاب؟ هذا واضح واكيد من خلال مجموعه اللقاءات اللي قاعدين نعملوا فيهم. احنا امس مثلا كان عندي لقاء الصباح في صفاقس مع جمعيه ماذا تقرا اليوم، ولقاء مع تونيفيزيون جابس في العشيه، نهار السبت لقاء في تونس العاصمه، ثم مش تكون مجموعه من اللقاءات، مش نمشيو لبنقردان، مش نمشيو لقبلي، جندوبه، الكيف، تقريبا مش ندوروا بالكتاب مختلف انحاء الجمهوريه، والهدف انه اللقاء مباشر مع الناس وخاصه مع الشباب باش يكون منطلق للحديث. اليوم برشا شباب قاعد يشوف في الكتاب هذايا فرصه باش يقول على لسانه هو حاجات مش هو قادر باش يوصلها. فانا نعتبر نفسي نوعا ما ناطق باسم هالشباب هذا، ولو اني مانيش من الشباب هذا، انا ما نعتبرش روحي شاب 40 سنه ما عادش شاب، لكن اليوم إلي طون كو كيلكان بارل ريالمون او نون دو سي جون لا. تونس في عيني الاسم هذايا خرجت وما مش في عينك انت نزار. سي كمان فيه برشا سوبجكتيفيتي، هو الكتاب فيه جزء كبير من الاوتوبيوغرافي وفيه جزء من ادب الرحله. فانا نقول انه فيه نوعا ما من محبتي لتونس، وانا نتمنى هالنظره اللي نظرت لها، لانه تونس في عيني دوبل سونس، تونس في عيني تونس كما رايتها، وتونس في عيني تونس كما احببتها زاده. ونتصور انه اي انسان تونس ويحس بروحه تونسي الاكيد يحب تونس واللغه نتاعو التونسيه، وانا كتبت اليوم هالكتاب هذايا في لغه تونسيه حتى ناكد على جانب الحضاره والهويه التونسيه. مكتوب بالدارجه معناتها، مش الدارجه راهي لغه كامله، ما تنساوش انه الدارجه كانت وسيله نضال في عهد الاستعمار، ما تنساوش علي الدعاجي، ما تنساوش بشير خليف، ما تنساوش العباد اللي قاعده تكتب في كلام حلو كما اللي كنا نسمعوا فيه قبيله من الموسيقى التونسيه. والموسيقى التونسيه اليوم اذا ماهوش اللغه نتاعها تكون دارجه، لانه الموسيقى لغه عالميه، فما هي هذه الهويه؟ هي لغتنا. انا نعتبر اليوم ماهيش لهجه، نعتبرها لغه، وفي يوم من الايام لازم تكون عندها قواعدها النحوية والصرفية. لكن كما العادة ديما تلقى النقاش الحاد بين القدماء والجدد، اسكو اللغة هذه هي لغة الشعب الحقيقي؟ نقول لك هي لغة الشعب الحقيقية، وممكن من أسباب نجاح الكتاب أنه مكتوب باللغة التونسية. باهي نزال تستنى انه نورمالمون كل كاتب معناتها فما ميساج يعديه اللي كنت تحكي فيه، سون دي ميساج اللي تعدي، وان شاء الله يلقاو معناتها شكون يسمع لي جون بالحق ويحقق لهم رغباتهم، سورتو من الاول اذا سمعتهم راك من بعد اوتوماتيكمون فما حاجات يتحققوا الا لا، الى اي مدى تتصور بالرسمي انه ينجم يبدل حاجه؟ على كل حال هو في الحمله نتاع التسويق نتاعو كان عندي مجموعه من المكالمات الهاتفيه واللقاءات مع نواب في مجلس الشعب، مع وزراء، مع معناتها مهتمين ويحبوا مهتمين ويشاطروني في انه تونس اليوم محتاجه انه تفتح المجال لشبابها، وهذا انا اللي فرحان له. يعني انا الفرحان انه اولا الكتاب القصده كبير عند الشباب، لكن القصده كبير عند السياسيين وعند الناس الفاعلين في الشان العام. اليوم جمعيات قاعده تحب تقدم الكتاب وتحكي عليه، اليوم مجموعات من المجتمع المدني وخاصه سياسيين ومسياسيين موجودين في الدوله وعدوا باش يبدلوا حاجه. نزار معطيني مش قراوا الكتاب اكاهو، ينجموا يعملوا حاجه معناتها غير انا نعتقد انه اليوم يلزمنا نبداو كلكو بار. يعني اليوم اسكريالمو ولا باريالمو هذا يحدوا التاريخ مش احنا، لكن انا اقول اي ام دوينغ ماي جوب، انا قاعد نعمل في الخدمه نتاعي، انا عملت مسيرتي، اليوم نحاول نمرر المشعل. اليوم الشباب زاد يلزموا يكون منضبط ويلزموا يعرف قيمه الخدمه اللي ناسيها. يعني ثم برشا شباب ما يحبش يخدم وما يحبش يقوم يبدل الدنيا. يعني انا ديما نقول لهم انتم تحبوا تبدلوا سيستم، لكن انتم هما السيستم، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. تحب تبدل ابدا بدل روحك، اتس مايند سيت، يعني لازم يكون في مخك انت قدره كبيره على التغيير. وانا نقول الشباب التونسي اليوم قادر على الفعل وعلى التغيير، برك لازم نلقاو هذاك المايون بين القدم والجدد، لانه تونس للناس الكل، وتونس يلزم فيها العمل نتاع الناس الكل باش نطلعوه.
ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله الكتاب نتاعك فريمون يلقى صدى كبير سورتو عند لي جون، ويعملوا معناتها بالنصايح الموجوده فيه، والا يزيدوا يفهموا رواحهم كيفاش ينجموا يضربوا على تونس. تونس بلادكم معناتها اكيد باش انكم تحسوا عليها ياسر وتعرفوا اثنيتكم وتخدموها، ويزينا من الحرقه ويزينا من الحكايات هذيا. كلمه اخيره انا نقول اليوم مهم برشا انه ما نقولوش للشباب تونس بلادكم، يلزمنا نوريو للشباب انه تونس بلادهم. الشباب اليوم ما عادش يحب كلام، يحب فعل. ان شاء الله هوني يتبعوك السياسيين في الحاجات اللي تحب عليهم، ان شاء الله يا ربي غدوه خير، ان شاء الله يعتبروا من الحكايه هذا. يعطيك الف صحه نزار، ميرسي بوكو. تبعوا هذا هو الكتاب اللي باش تلقاوه ان شاء الله في وين، في البيبليوتيك، موجود في المكتبات الكل تقريبا، موجود اونلاين للعباد اللي يفرجوا فينا على الوطنيه الثانيه في جميع انحاء العالم، سيريس بوك شوب وان كوم، هكاك يجم يوصلوا لهم في اي مكان هما موجودين. يعيشك نزار، ميرسي بوكو على حضورك معنا. نرجعوا للفن والموسيقى مع رضوان الوسلاتي اللي الموسيقى وشبابة مزيانة على الاخر على الاخر، وعجبتني وعملت عليها كيف. فرانشمون فوز ات دي بروفيسيونيل ولا هاوين؟ دي بروفيسيونيل بيان سور. داكور، قداش عندكم تلعبوا مع بعضكم؟ بون انا كنت نقرا فيزيك، ومن بعديك عملت كملت فيزيك نعمل في موزيكا، سيتي ثوازيام اني في الموزيكا. كيف كيف عدينا كارت برو، خدينا لي كارت بروفيسيونيل بيان سور. وان شاء الله زاده نحب نقول للناس اللي يتفرجوا فينا الكل، ان شاء الله باش يكون عندنا عرض تري تري بيانتو اسمه عرض اللمة. عرض اللمة هذايا ديجا سميناه اللمة على خاطر باش يلم الاغاني اللي انا كتبتهم ولحنتهم الكل، وباش يلم اغاني قدم ريفيزيتي. كيف كيف زاده باش نغنيو على فلسطين، باش نغنيو على الاغاني من 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 الجزائر. زاده دونك ان شاء الله باش يكونوا التوانسه بيان سور، فما اغاني تونسيه اكيد بيان سور بيان سور، باش يكونوا فما اغاني ياسر مزيانه تونسيه، ديجا باش نسمعوا حاجه منهم توا. ان شاء الله زاده تعجبكم. بالتوفيق ليكم يا جماعه، تفضلوا. حي عيني تراكم، ترى يا كرام الحي عيني واسمعوا من تلك الديار نداكم، واسمعوا من تلك الديار نداكم. على الأبواب من غير حاجة، لعلي أرى لعلي أرى يا بنت الغلا والشجرة زينة، يا بنت الهنشية يا بنت الغلا والشجرة، بنت القمح وبنت شعير، بنت الشمس وبنت القمرة، بنت القمح وبنت شعير، بنت الشمس وبنت القمرة.
قلبي ولا عصير بيديك تعصر في الخمر حسيت قلبي ولا عصير بيديك تعصر في الخمر وزينة زينة زينة غاي زينة 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 غاي يا بنت الغنشير يا بنت الغنشير يا بنت الغلة والشجرة زينة يا بنت الغنشير يا بنت الغلة والشجرة شعرك توتة وبراقها تظلل عليا انتي أبغى وأجمل حوتة كي تجي ونمسكها بيدي انتي أبغى وأجمل حوتة كي تجي ونمسكها بيدي تولي لي تجنح وتطير تشوي لي قلبي عالجمرة تولي لي تجنح وتطير تشوي لي قلبي عالجمرة ويا يا لي زينة يا بنت الغنشير يا بنت الغلة والشجرة وزينة زينة زينة غاي زينة 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 غاي يا بنت الغنشير الله 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 عليكم يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة الشيخة وتفرهيدة حسيلوا معهم جماعة ومحلى محلى صوتك سيدي أخويا يعطيكم الصحة الأولاد إن من الفن حسيلوا من الموسيقى باش نمشيو لنوع آخر متاع فن برشا فن عندنا في شباب إين فرحانة برشا باستقبال صفوان ميلاد اللي هو فنان تشكيلي حروفي وتوا نفهموها اش معناتها هذايا السيد مشرفنا في برشا بلدان مشرفنا في برشا تلافز عالميه هاو نتعرفوا على صفوان ميلاد اللي جانا سبيسيالمون من القروان اليوم باش يحكي لنا على الفن هذا اهلا وسهلا مرحبا بك صفوان مرحبا شكرا على الاستضافه مرحبا باللي يسمعونا ويشاهدوا فينا الكل في يعيشك يا صفوان ميرسي بوكو اي سيدي نحكي على هالتشكيل الحروفي هذا شو معناتها قبل كل شيء هو التوظيف الحروفي علاش علاش بتتر كاليغرافي اي علاش انا قلت فنان تشكيلي حروفي يعني كنت النجم نقول خطاط او فنان تشكيلي يعني ديما العناصر الاساسيه لتكوين اللوحه التشكيليه ولهنا كنتحدثوا على اللوحه التشكيليه يعني اي محمل كسوسوا مثلا حيط كبير والا اسباس كبير والا لوحه تشكيليه صغيره دونك التوظيف والعناصر مثلا اللي ناخذوا الحرف العربي ناخذوا اشكال هندسيه ناخذوا رموز رومانيه قديمه ولا رموز امازيغيه ناخذوا الاحرف الاولى الكوفي القديم اللي بعد تطور ولا كوفي قيرواني دونك وناخذوا زيد كيف كيف اللون اللي هو الاشكال هذه الهندسيه واللي الحرف واللون اللي نكونوا بها وندخلوا في التوظيف الجمالي للفن التشكيلي الحروفي. اوكي دونك احنا هوني حكينا على الباز نتاع كيفاش نعملوا الباز كيفاش ماهوش خط عربي فقط. اوكي. يعني التوظيف الجمالي للخط العربي نزيدوه. دونك عندنا خط عربي وعندنا عندنا رموز واشكال هندسيه وعندنا كولور وعندنا الالوان دونك هاك فاهمه درسك انت باش تولي تقرا عندي على قريب هي البرشا يا سيدي نتشرفوا به هذايا فاش وظفتوا انت معناتها انك تعمل الفن هذايا وظفتوا لشنو؟ به لهنا خرجنا من المألوف شنو هو الخط العربي يعني المألوف كونه خط مقروء واضح ما عندوش بعد فلسفي أو بعد نظر من آية قرآنية إلى قولة شعبية
دونك نحن خرجنا بك النمطيه والاساس هذاك. هذوما ديجا قاعدين نشوف دي تابلو اللي كنت قاعد تصنع فيهم. هذا في هذا في في اطار شنو هذا؟ في اطار هذا في اطار ملتقى عالمي في جيبس. أوكي. جمع العديد من الفنانين التشكيليين على الصعيد العالمي. هي انا اخترت باش نعمل جداريه ونشارك من خلالها طلبه المعهد العالي للفنون بالفنون والحرف بجيبس. وتعدى نهار زينك ووضحنا من خلاله التجربه الحروفيه. هذا يا تابلو اخر اللي كنت ايوه وشباب على الاخر قداش مزيان. هذا تابلو من مقتنيات وزاره التعليم العالي. ايوه ويحصل لي شرف كونه تابلو هذا موجود في جامعه القيروان. به هذا في اطار تشريك مجموعه من الاطفال في ايدي سند هكا في ايكول في برج السدريه. والله حلو المساج اللي عديته. اي دونك هذاك شاركت من خلاله بعض الاطفال. هذا يا صفوان هذا لوحه كبيره في البوزار نتاع جيبس هذيك. هذا اللي كنت عملته يظهر لي اللي صورتها. هذيك جداريه. هذيك جداريه اللي قلت اوكي. هذه الشبابه ياسر شبابه. هذا قناة عالمية جات صورتني في معهد الخاص ابن خلدون. داكوغ. ولهنا هذه واحدة أخرى للسيد النذير البريق اللي وجه لي الدعوة وأعطاني الفرصة باش نعمل ليسي كامل بلمات جديد. باهي هذيك اللي كنا نشوفوا فيها المدورة تقول خارج اون 3 دي سي كوا. شنو هذيك اللي كنا نحكيو فيه كيفاش من الأشكال الهندسية من حروف عربية أصيلة من اختيار الالوان المناسبه. ميرسي بوكو رجعونا الواحد تصاور. ميرسي بوكو الاولاد. ايوه دونك انا ديما حتى من خلال رؤيتي الثقافيه او في الفن التشكيلي لهنا مسؤول وليت من متاثر الى مؤثر. أيوة. هنا تحل فيسبوك تلقى عشرات الالاف يتبعوا فيك. شفت تلقى كبار الفنانين التشكيليين في العالم العربي. وانت سيدي الكريم كيفاش اثرت ملا فسر لي. انا اثرت من خلال توا الاطفال اللي نعلم فيهم في المدارس ونتجول من تونس لالمانيا لستراسبورغ لفرنسا. دونك نحبك البصمه نتاع الهويه البصمه نتاع تاريخنا البصمه نتاع القيروان مهد الحضاره. أي. البصمه نتاع جامع عقبه بن نافع الجامعه الاعظم. يا عيني اللي اكيد وانت مش زورنا ومش نهزك تعمل طلع على الجامع الكبير. دونك كي تدخل ليمونيمون هيستوريك كسوسوا المقامات والا الجوامع او المساجد القيروانيه السكينه اللي تشعر بها والطمانينه هي هذيك. تنسبير من غادي اكيد هذاك الوقود اللي نتزود به باش يلهمني بعد ونستلهم به برشا برشا خدم. دونك اكل الراحه هذيك اللي تلقاها توا في المساجد وحتى ميم الصلاه هي تعطيك السكينه وتعطيك الطمانينه وهذيك اللي يجعلك تبدع. صحيح. دونك بار كونتر تلقى لهنا الفن المبني على الثقافة وعلى الجذور وعلى الأصل. لهنا مالوريزمو ثم محاولة طمس الهوية. لكن أنا إن شاء الله باش نعمل أنا وأمثالي باش نعمل شوية اللي نعمل شوية إيكيليبر من حيث مش نحاول تونس معمل عليكم سيدي خويا انكم الهويه نتاعنا تسوقوها فريمون وترجوها. ان شاء الله انا ندعي كوني لكن انا راني تلميذ ما زلت الى الان اتعلم لكن تلميذ ناجح والحمد لله. الشيء اللي خليني نحكي على الهويه وعلى الاصاله وعلى الجذور هو نجاحي في العالم ككل. دونك محاولة طمس او مسخ الهويه العربيه الاصيله القيروانيه نحن نحاولوا بحول الله نحاولوا نخدموا على الاصل. خدمت على الاصل وخدمت على الجذور وخدمت على حروفي العربيه الاصيله خدمت على الخط القيرواني ومن خلاله جلبت الاحترام الاعمالي من كل الديانات من المانيا من فرنسا. ما 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 خذيتش المجال او ما استحقيتش الفنون البديله. لا خدمت كان اصلي ولكن لقيت الترحاب من ديانات اخرى من عباد اخرين. هذا هو على خاطر تيلمون انت معناتها متشبث بالهويه نتاعك خليت الناس الكل يجيوك ويقولوا لك ورينا شنو اللي عندك. باهي صفوان وين نجموا نلقاو الاعمال نتاعك؟ وين نجموا نشوفوها؟ اكيد عندي وين نجموا ناخذوا؟ عندي جديد ان شاء الله. هي فرصه توا باش نقدم جديدي ان شاء الله للمهتمين بالشان الثقافي واللي تبعوا فيا اساسا في تونس وخارج تونس. عندي تظاهرات خارج تونس وفي تونس. دونك
نبداو بدعوه من السيد عبد الحميد الصقلي، عضو الهيئه الشرفيه للجمعيه الفنون الجمعيه القوميه للتربيه الفنيه. ان شاء الله باش يكون معرض شخصي لهنا في سكره في تونس العاصمه، في برواق مودي سكره، دونك باشراف هذه الجمعيه من 20 فيفري الى 25 مارس. كذلك مع نفس الجمعيه في اطار معرضها المعرض نتاعها السنوي سيقام معرض جماعي بالمكتبه المعلوماتيه باريانا من 2 الى 29 مارس، مش يكون حاضر من خلال لوحتين او ثلاثه. باهي، باش نسهلوا احنا على المشاهدين نتاعنا، اتصلوا بيك على الفيسبوك، شوفوا باج فيسبوك نتاعك. شنو هي باجتك الفيسبوك؟ صفوان ميلاد فنان تشكيلي، تبقى مشاركه في المانيا. عندي مشاركه قريبه في المانيا. بدعوة من السيدة مديرة المركز الثقافي لتعليم اللغة والثقافة العربية في ميونيخ، السماح الحاج سعد، إن شاء الله باش نشارك في تظاهرة بمناسبة عيد الاستقلال يوم 24 مارس في ميونيخ الألمانية، ومش نأطر مجموعة من التلامذة إن شاء الله في المناسبة هذه. قدرة ربي، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو على حضورك معنا اليوم وإنك تحكي على الفن هذا. ما عندي سؤال قبل ما تمشي، تعرف إيش هذا شنو؟ هذيك فنوريكم انا يا جماعه، ها واش كنت نوري فيه انا صفوان. هاي بالمناسبه فكرتني والدور هكا والدور هكا، احنا نسمي منها برشا توا. اعطيني كلمه، اعطيني كلمه، كلمه الختام. انت ذكرتني توا باش نحيي ولدي خالد. أيوة. اللي نعلم فيه في الخط العربي. أيه؟ ومن خلال هو مش مركز يحب يلعب بهذه، لا يلعب عنده ديجا لعبه هذيك يلعب. أيوة. بها في الدار توا. أيوة. ونحيي من خلاله. أيه. امه اللي هي زوجتي انس. أيه؟ اللي عطيتني ما شاء الله المجال المفتوح باش نبدع. ونحيي رياض خويا رياض ميلاد مهندس في المانيا اللي لهيلي بالباج يعطيها في كل اللغات مع الناس الكل. يعطيك الصحه، ميرسي بوكو، نحيي زوجتك والناس الكل. واحنا نمشي والريبورتاج حضرته لنا زميلتنا حنان بربيع. على شنو؟ على سبينر. قال لك هذايا تنحي ستريس. اما انا مكني الغزول وانا ندور فيها. تفضلوا سيدي شوفوا سبينر، لعبه حقت انتشار كبير في العالم وارتفع حجم مبيعاتها لعشرات الملايين، حتى أن الملاحظين ولو يحكيوا على جنون لعبة سبينر، ولا فما مسابقات لأفضل اللاعبين. توا 20 سنة التالي، امرأة أمريكية اسمها كاترين هيتينجر ابتكرت لعبة كوسيلة للترفيه لبنتها وسميتها سبينر. وقتها قامت بتصميم نسخة غير ميكانيكية، كيف تضغط أو تحط صبعك في أحد أطراف اللعبة تبدأ تدورك المروحة. هذا هو قانون اللعبة بكل بساطة. سبينر ماهيش لعبة عادية، وفيها سر خليها تنتشر في صفوف الأطفال والشباب خاصة، هو أنها لعبة تنحي التوتر والقلق حسب محبيها. وبرشا مختصين ينصحوا بها باش تنحي التوتر وتعاون الأطفال على التركيز. في المقابل برشا مدارس في أمريكا وبريطانيا منعت تلامذتها من اللعبة باعتبارها تسبب إفراط الحركة ونقص الانتباه. في تونس تغرموا بها الشباب، أما فيهم اللي تعاونوا على تنقيص التوتر وفيهم اللي زادت وترتوا. يقولوا تنحي ستريس، ماشي تخوف بقى تنحي ستريس حق. حاجة تدور في يدك بالعكس تزيد تركب لك ستريس، حاجة ثلاثة تدور في يدك. في الابليكاسيون فما مدري شنو فما عملوا برشا منها أشكال مشكل هذا. حسيلو سي كوميرسيال فينالمون، مش خاطر حاجة من الأول مشيت في دين الصغار بون بوتيتر خاطر سي بلو كوميرسيال كو أنها تنحي ستريس. تنحي ستريس وكي تبدا تدور فيها. تونس كاملة شارية منها وين تمشي تلقاه. اي صحيح هي تعمل تنحي شويه ستريس، اما زاد طلعوا عليها برشا اشاعات زعما تعمل كونسير، اما غلطه يعني تبدا ستريسي تحس روحك ترولاكسي في روحك ولعبه بها متى. اما ولوا لعبت برشا اشياء وليت يبيعوا فيها في النوار، وفما هي نورمالمون دوريجين يبيعوها سلعه مذرحه ويجيبوها من برا. جوست هي لعبه تقعد تدور وما تعاونش كيف فارغه جست على الفلوس والماركتين. انا الحقيقه قريتها عند برشا اصحابي، اخي حبيت نشري واحده شريت من الاول، هما يقولوا تنحي ستريس، اما نحسها جست تعدي بها الوقت يعني تبدا فايده ما عندك ما تعمل حكايه. اما سينو فما واحد يعملوا حس تولي تزيد لك ستريس خاطر تعمل برشا حس على التنفس نتاعي، اما مش نتاع ستريس والحكايه جست تحب تضيع الوقت ولا حكايه. عندي ما عندي منها، اما تنحي لي جست هكا باش تلعب بها هكا. اما ايش يفيد تنس بها لازمك تحيش من يدك زمان اي مدمن عليها.
عنيد معناها جوست عنيد معناها يراه برشا عباد عندهم يقول حتى انا خلينا نشري علاش ليه اما هي حكايه فارغه تنحي الستريس الشيء كل شيء ممتاز تنجم تنحي الستريس بحكايه اخرى تعمل سبور تعمل نهار الشيء حكايه هوايه هاند سبينر تنحي ستريس يقولوا عليها هكاك وهي تنحي ستريس اي بالرسمي والله بالرسمي انا معناها كي نبدا قاعده ولا فازه ولا فازه ونقعد ندور فيها تعجبني الفازه تنحي الستريس اي وتزيد في نسبه التركيز ليه مش العكس معنا تبدا تلعب بها انت مثلا في الكلاس ولا فاز العكس ما تبكش تقعد مركز اما كلي معناها حتى كان تبدا بالوقت تنس دور فات ما نفيقش بروحك ما جاتني بيريود بالرسم نقعد ندور فيهم ما نفيق بروحي قاعد نلعب بها سبينر هي أداة بسيطة في حجم كف اليد فيها زوز أو ثلاثة محاور في شكل دائري مصنوعة من نحاس أو الألمنيوم أو البلاستيك وبالوقت اللعبة تطورت وولت أشكال وألوان واليوم نلقاو سبينر الإلكترونية أو أبليكاسيون سبينر يتم تحميلها على التليفونات. مرسي حنان بوربيع من قبيل ونسمع سبينر نلعب سبينر اللي هو موتر الأعصاب حقيقة ومن سبينر باش نمشي نفرهد أعصابي بحذنا روعة النصري اللي ريتوها من أول الحصة اللي عملت لنا لزومبا هذه لدونس اللي باش نحكيو عليها أهلا وسهلا ومرحبا روعة مرحبا بك كمان سافا لبس الحمد لله نتصور بعد الفوغ اللي عملته غاديكا والشطحة والجو دونك سي بون نورمالمون سافا احنا متفرهدين دونك ننسى أن سبينر هذايا معاكم انتم به احكي لنا على الزومبا سي كوا وفات لازومبا اللي يسمع ولا اللي راه يقول لك هذايا سي اون دونس اما فما شكون يقول لك اللي هي راهي سبور دونك هوني تمارين رياضيه والا دونس ولا شنو هو جوست شنو هي ساعة قبل شيء قبل كل شيء ميرسي على الاستضافه الحلوه مرحبا مرحبا نحب نحكي ساعة قبل على الزومبا وكل نحب أيوة. نحكي شويه على الفيتنس كولتور اللي الفيتنس توا ما عادش سبور اكاهاو هي ثقافه قبل ما تكون سبور ثقافه جسديه روحيه عقليه تتمثل في دي بليزيور كور كيما لي كور دي كور هما سوسون دي كور كوليكتيف يصيروا في لي سال دو سبور كيما الفيتنس فريستايل مثلا نلقاو فيه لي ستيب الايروبيك نتاعنا الكارديو الرنفورسمون شويه فيتنس ريلاكسون اوكي دونك كيما اليوغا ستريتشينغ ولا ونلقاو زيد الفيتنس دانس اللي هو كيما الزومبا والبوكوا نحكيو شويه على الزومبا الزومبا هي بس كي سور باش نحكيو كان على الزومبا اليوم على خاطر جايين باش نعملوا الزومبا من بعديك الاخرين يمشيو حتى تفصل الكونسيبت باش العباد تفهم وزيد ان نحب نقول على الزومبا اللي الزومبا هي سبور ميلانجي بين سبور والدانس دونك هي اباز دو فيتنس اللي بازيك نتاعها فيتنس ايروبيك وماخذين من الزومبا من الدانس اللي هي فيها الميرينغي السلسا اللاتينو الكومبيا معناها بوكو دي ستيل نجمو نستعملوهم في الزومبا كيما البيلي دانس لوريونتال نجمو نستعملو لي ستيل الكل نتاع الدانس نوفروهم أوكي. في لي كور نتاع الزومبا علاش الزومبا علاش واحد لازم يختار الزومبا ما يختارش حاجه اخرى يعمل مثلا يختار الزومبا على خاطر توا لي كور الاخرين نتاع سبور العباد ما عادش تحب تكمل الساعه تقلق تفد دونك الكلها بازيك ديما يعاود في نفس الحكايه يفشلوا مرج ولا دونك يختاروا الزومبا على خاطر الزومبا تعرق تخدم تتفرهد من غير ما تحس بالتعب تلقى روحك تكمل الساعه نتاعك بالجو تفرهد وانت شيخ وعمل كيف تسمع في الموسيقى كل مره موسيقى كل مره كوري تعمل جو بالكدا وتتعدى روعة انت كل مره في كل بلاصه تمشي تعمل معناتها تو بارتاج ان تابلو الا حاجه قدام العباد معناتها تحضر حاجه ويتفرجوا فيك الناس سي اون انيسياسيون هذه معناتها 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 تو اسي باش تخلي العباد تجي معناتها تولي تبع زومبا والا 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 شنو بالضبط علاش تعملي تابلو ذوكم في الشارع لي تابلو هذوما هو كونسيبت جديد الحقيقه ماهمش قاعدين يعملوا فيه تو الاكثريه جماعه الهيب هوب والبريك دانس وكل الكونسيبت هذا اخترته انا مع الزومبا مع الدانس الفيتنس سبور حبيت ندخل حاجه جديده منها يعرفوها العباد ومنها يجربوها على خاطر هذايا كونسيبت ينجموا يعملوه الناس الكل بكبيرهم بصغيرهم بالناس الكل ينجموا يعملوها الزومبا دونك فضلت اني نعملها لبرا في الشارع نجيب معايا دي كوتش معايا بروفيسيونيل ولا نجيب دي زاديرون نختارهم ويصوروا معايا الفيديو هذايا لبرا باش العباد تعرف الكونسيبت هذا واللي زاد يحب يجي يجرب معنا مرحبا وهذا هو باهي تخي بيان شوفوا احنا فيديو ليك روعه ونلقاوكم بعديك
في البلاتو الاخر باش نشوفوك تعمل لنا اون اوتر دونس مع البنات معايا عاد شكون يشتغل ميرسي شكون تعمل معايا زومبا ان شاء الله كنكتب كان خليني نخرج من هوني باهي شو اسمهم البنات الساعه باش نقول لهم ميرسي دونك معايا ياسمين وروعه زاد هي اسمها روعه ايوه عندنا زوز روعات وكعبه ياسمين ايوه دونك باهي قبل ما تمشي قبل ما نشوفوا ساعه لو ريبورتاج وتلتحق انت بالبلاتو الاخر الفيدباك معناتها اللي تتحصل عليه بعد ما انك تقدم الدونس هذه للعباد في الناس كيفاش يجي وكيفاش يتعاملوا معاك يسالوك شنو اللي يصير في لي كور تحكي معناها في لي كور في لي سال دو سبور لا مش في لي سال دو سبور البرا البرا في الشارع وقت اللي تتقدم ولا بعد ما نخرج لي كوري وكل برشا يبهتوا شنو الجو هذا شنو الحاجه الجديده اللي قاعده تصور فيها برشا زاد يحبوا يصوروا الكونسيبت هذا حتى اللي ماهوش في من الدومين يحب يصور يحب يدخل في الجو هذا برشا زاد ناس كبار يحبوا يجيبوا اولادهم ويجيوا ويتفرجوا ويخدموا لي كونسيبت يصير طياره لقيت منه برشا اقبال وبرشا محبه وكل سوبر باهي اوكي نشوفوا احنا لا فيديو هذايا ومن بعد باش نلقاوك في البلاتو دونس انا نقول لكم بسلامه تصبح على خير نتقابلوا ان شاء الله غدويكا التسعه نتاع الليل بيزوات اذا عندكم فيديوهات ولا حاجه تحبوا تكونوا حاضرين بحذانا ما تنساوش الميل نتاعنا شباب ان اتونيزيا تي في بوان تي ان سينون تبعثونا على باج فيسبوك بوسيت نتبعوا عنا الخدمه نتاع روعه ومن بعديك تلقاونا في البلاتو تفضل Sígueme, dale, quiero verte bailar. Amigo, fuego, calor, que quema. Traigo la razón pa' gozar. Aquí viene Heidi quemando otra vez. Bailando, gozando hasta amanecer. Todo el mundo rompiendo baldosa de pie. Dime qué pasa, qué hey, es lo vamos, que jala. Es. كانت هذه لا فيديو نتاع روعه ناصري شويه من مقتطفات من الزومبا اللي نراوها في الشارع خرجت بها من سال نتاع لونترينمون ومشينا للشارع واحنا توا باش نلقاوهم في البلاتو كيف ما قلت لكم غدوي كنتلاقاو ان شاء الله التسعه نتاع الليل ادما يا جماعه باي باي صباح الخير تشاو تشاو Los días sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos.